وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يعني الاختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني السر وأخفى. لله ما في السماوات، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، ما جعل الخيرة لمخلوق، ولا إنسان يملك الخيرة والاختيار. هل من رجل وامرأة يستطيعون أن يتحكما بذكر أو أنثى؟ ممكن الذي يختار هو وليس لسواه اختيار، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، اللي عندهم أولاد داخلكم شو بدنا نساوي حتى ما يصير حمل، واللي ما عندهم أولاد عبيدوا حالهم من طبيب لطبيب، داخلكم شو الطريقة يجينا ولد مرات طبيب انهم هي بتكلف قد ما بتكلف بس يجينا ولد، على ايه؟ ودي عندهم اولاد ضجرانين من اولادهم، شو بدنا نساوي لنخفف؟ الاطباء ما عم بيعطونا دواء نحتن نخفف، وأدوية ما هب ودب،
ولكن لكل أمر من الأمور إذا أراد الإنسان أن يعتمد على ذاته ويتخلى عن الفضل الإلهي يمكن إنسان أراد يتحدى إنه الله بده يجيب أولاده وهو ما بده أولاد، فأراد الله يعطيه درس عملي. اوعك تظن انت بارادتك بعت له ولدين الولدين براسين راسين وايدتين ورجلتين، حدا منكم شاف هيك منظر؟ انا شفته بعين. بالمستشفى وقف الاطباء حيارى، نقيم راس من الراسين، اذا امن الراس الواحد مات الزلمه. شاوروا اهلهم، قال لا خلوه هون بياكل بالتمين، بيشوف بالاربع عيون، بتنفس من انفين، بيسمع باربع اذان، بعين جبته. لكن انا استغربت، هذا ما من قانون الله. فلجأت للابوين الاب والام، قعدت انا وياهم جلسه مباسطه لانه بدي افهم شيء. انا بعرف قانون الله مو هيك، ليش هدول اجوا هيك؟ في مخطط. نحن نجهله، هدول قال 17 سنة ما اجاهم اولاد وبدهم يتحدوا القدر وبدهم يجيبوا ولد. فاجا الولد، كانوا يسموه بزماننا عجبة، لاني ولدت جايبة عجبة. شفت بزماني انسان، لكن رجلين معزاية، وإيدين معزاية. بدك تتحدى القدر، أرجينا حالك. بيحسن بيتحمل الذي يريد أن يتحدى القدر؟ أتاني إنسان بدي ياخذ مني فتوى يقوس ابنه ويخلص منه،
فعملت دراسه للامور لقيت بعدهم عن الله، وظنا منهم انه هن بيملكوا شيء، وقاموا طلعوا مساكين ما بيملكوا شيء. الولد صار بين 12 وال 14 سنه عمره، بيحوش بالبيت وين ما وقف بيعمل الكبيره والصغيره. بيحفظوه بشق الحفاظ ويقيمه. وحالة البيت حالة. فبعد دراستي لأمور وجدت الأب والأم بعيدين عن الله، فقلت لكم ما قلت لهم ما بتتحملوا مسؤولية بين إيدين الله، هذا قتل نفس. تسمعوا كلمتي أنا ممكن أدلكم على طريق. قال نسمع كلمة. الزوج ما بيعرف الابن منين، الزوجة ما بتعرف من الحياة إلا تطلع مشلطة منوب وعقلها بالمكياج عايشين. فأنا حكيت على مستوى راقي معهم، قلت لهم أنا عاشرت في حياتي عدد كبير من المخلوقات، ما شفت من نوع جمال بحطوا مكياج، راضين بالخلقة الربانية. البقر حدا منكم شاف بقرة حاطة مكياج؟ الخلقة الربانية. فأنتم بدكم تتحدوا الخلقة الربانية وتجملوا حالكم بالمكياج؟ للطرفين. فأنا بدلكم على الطريق. قال إيه دخيلك؟ بتعودوا إلى الله وبعد 3 أشهر لنا لقاء. انصاعوا للأمر منقادوا وتوجهوا إلى الله 2، المرأة ما عاد بين منها ولا شعرة، كانت طاقة الشلحة تطلع تستقبل الضيوف ببيتها بطاقة الشلحة، فسلكوا الطريق الذي يرضي الله وصار عندهم مراقبة لله عز وجل. أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، دخل بضع أيام بالشهر الثالث طعموه نيموه، فاقوا الصبح ما عم يتحرك، جابوا الطبيب قال له ميت. نفذوا من المسؤولية الإلهية والولد راح. فقلت لهم الآن إذا بيجيكم ولد بيجي سليم،
جربوا، اجا ولد صار حمل، الاطباء قالوا لهم هذا الحمل مشوه ما بدكم اياه. اجوا لعندي قال هيك، قال الطبيب، قلت له الطبيب بيحكي لحاله، اذا انتم استقمتوا على الطريق الذي يرضي الله انا على يقين انه بيطلع ما بشي. قال والله الاطباء صوروا على ايكو وقالوا انه هذا ما هو مستقيم، خلوا الامر لله. بالشهر التاسع عملوا صوره للجنين، قال مشوه. قلت لهم انتم اتركوا لي صوره وسلموا الامر للذي يملك الامر، وبالولاده اجا ولد مثل الشمعه تربى وعاش ودرس وكبر وتزوج واجا ولد، هذا المشوه. بقدر ما عندك رجوع إلى الله، بقدر ما أن الله يعطيك فوق ما تستحق. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. في حدا منكم واقع بالشرك؟ اللي واقع بالشرك يرفع اصبعته. لو كان حقيقة ما بيجرأ يرفع اصبعته، لو كان حقيقة. لكن اكثركم يقع ولا يدري. اخي نحن ما بنعرف شو صاير لنا، عم نتخربط بالبيت، منامات منامات وحشة وخيالات، بيروحوا لعن أصحاب الاختصاص وعلي بيلا تابعة، وكل واحد إلى اسم شكل، بيحط الناس بالأوهام، بيوقعون بالأمراض التي لا علاج لها. بيجيني من هالنمر أنا، هن نبعاد عن الله وبيبعدون أكثر. الله هيك بده، ما في مين يقول لهم اعراضكم عن الله عم يوصلكم لهون، هي ما حدا بيحكيها. حتى هاللي بيعتبروا حالهم دعاة وداعيات بيصدقوا انه يا اخي ما عمل لهم عمل هذولي، هدول الجماعة بيعرفوا بيكتبوا بيحسبوا بيقروا بيدمدموا.
في حدا منكم مارق معه هيك شيء نعطيه دواء؟ إذا في حدا صاير معه هيك شيء يرفع إصبعته. ما في حدا؟ كثير بيجيني منكم لك يا شيخي بنتي راح تتطلق قد مكافين وقد مساحرين وقد معامدين. كتاب منكم انتو هلا بعد عم ترجع مع اصبعته خايفين من اللي وراها. ما اتاني من يدعي هذا المرض وهو محافظ على صلاته. اصلا الذي يحافظ على صلاته ديروا بالكم معنى صلاته يعني يعلم انه يقف بين يدي الله ويعلم أنه يخاطب الله والله يخاطبه. هذا المصلي الذي وصفه عليه الصلاة والسلام ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمه. وأطعم الجائع وكت العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي لله وليس له قصد ولا هدف إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي فكل إنسان مصاب بأمراض الأوهام كل إنسان مصاب بأمراض الأوهام فليرجع إلى نفسه فيرى نفسه بعيد عن الرحمن. ولو كان قريبا من الرحمن لما جرى له ما جرى. بعده عن الرحمن. وربك يعلم ما تكن صدورهم وكثير من الناس جوا حاطط شيء وبرا في شيء ولا يلتقي الظاهر مع الحقيقة. وكلهم بعاد عن بعض طريقة التقريب للأذهان والعقول وتقريب القلوب بعضها إلى بعض. من يعمل لذلك لا يخلوها ولكن أظن أنهم قليلون جدا. الذين يعملون لله وحده وهذا العمل مكلف به كل منكم صغير وكبير
متعلم وأمي. جاهل ومتعلم. كل إنسان مكلف أن يبلغ رسالة الله عز وجل، ولكن إذا ذكرت الأمور والله نحن مقصرين، فغدا إذا وقفت بين يدي ربي وسئلت عن عمل ما، قلت والله يا ربي أنا مقصر، كلمة مقصر تنقذني تخلصني؟ فكلمة مقصرين ما بتفيدكم بكرة في قبركم ولا بين يدي ربكم. يلي بتملكه قدمه، وانت مالك مكلف فيما لا تملك، انت مكلف فيما تملك فقط، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ممكن انا احكي معكم كلام منمق وظاهره جميل، لكن أبكن في صدري ما إذا وقفتم بين يدي الله تجدون الآلام التي لا تطاق ولا تحتمل. فهو يعلم ما تكن في صدورهم وما يعلنون، هو على علم، ويعطي الإنسان على قدر علمه. وكل ما زاد علم الإنسان وتراجع العمل يزداد السؤال والجواب بين يدي جبار السماوات والأرض. ثم قال: لله ملك السماوات والأرض. المالك شو وظيفته؟ يتصرف بملكه كما يريد. مطلع الشمس بيكون الساعة 5:30 دائما، مرة بزيد ومرة بنقص. كان الفجر يأذن 3:30، اليوم ما بيأذن 5، صارت 2:30. والشمس كانت عم تطلع بساعة كذا صارت تطلع بساعة كذا. من المسير؟ ليش ما بيجعلها الساعة 7؟ صيف شتي خريف ربيع بتطلع الشمس الساعة 7؟ ليه؟ قال إذا طالعها بشكل دائم الساعة 7 وين بده يظهر دوران الأرض واختلاف المطالع، ولنعلم أن من عظمة الله عز وجل جعل مطالع الشمس مختلفة ومطالع القمر مختلفة. كون هم سير هم سير هم سير هم سير هم، يعني ليش عم يجعلها مختلفة؟ لنعلم أن المسير هو ولا يملك سواه. يخلق ما يشاء، كان يقول بعصرنا
بطن المرأة مثل البستان، بيطلع فيه كل شيء. شفتوا انتوا حدا امرأة نزل من بطنها ولد لكن كان عدم وجوده أولى؟ عقل ما في، إدراك ما في. فهم ما في. يعني مثل ما بيقولوا عنه أجدب. عندها 3 أولاد سليمين وهذا الولد إجا أجدب. شفتوا بعائلة هيك شيء؟ كبير. إذا ما حدا طعم ما بياكل، وإذا ما حدا صقى ما بيشرب، ما عنده إدراك ولا بحياته مسك القلم. حدا منكم شاف هيك شيء؟ من الذي صنعه في بطن أمه؟ مر علي هذه الأمور وأردت أعمل لها دراسة، كيف تكون هذه الأمور؟ راح أحكي لكم أنا كيف تكون هذه الأمور، كيف وصلت إلى هذه الدراسة، وبنيت على قاعدة. هل عمل الطاعة والعبادة له أنوار؟ هل المعصية والبعد عن الله له ظلمات؟ أنا صار عندي يقين بهذا. فالبعد عن الله تتكاثف الظلمات بعضها فوق بعض. شلون الله بده يعلم العائلة انه انتم معرضين عن الله؟ بيبعث لهم ولد يرجيهم نجوم الظهر، بيحملوا الولد من طبيب لطبيب، ودخلكم وين في طبيب؟ ولا يجدون طبيب يعالج الولد. الأب والأم بتمنوا يموتوا ويخلصوا منه. مر علي من هالنوار كتير. متى الأب والأم رجعوا إلى الله، الله بياخذ الولد لحاله بصرفه بدون ما يبليهم فيه، ويعتبروا قاتلين نفس. كثير مري علي من هالموضوع. إذا ما جاكن هيك وأنتم بعاد عن الله، اديروا بالكم، خليكن حذرين. إن الله يمد للظالم ويمهل الظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. في الدنيا أعطاك كل شيء، هنيك شو صفي لك؟ أعطاك كل شيء وأعرضت، أعطاك كل شيء وابتعدت، أعطاك كل شيء ومنعت. بيبعث لك مرض صغير بيحير الأطباء، شبه الطبيب طبيب عم ينادي من آلامه، شبك من كثرة الأدوية اللي بياخدها ما عاد تأثر ولا بدواء.
قلت له بتحب أنا داويك؟ قال إيه دخلك؟ قلت له بتترك كل الأدوية؟ قال لي في آلام؟ قلت له بعد ما بتترك الأدوية ب15 يوم تيجي لعندي أنا بملك الآلام. يعني شلون بدي أقيم الآلام أنا؟ بعمل له إيحاء. ما صبيك شيء أنت؟ قوموا عين امشي روح تعال ما صبيك شيء. فاز ما عاد في شيء، وين الأدوية راحت؟ يا أخي رحنا لعند الشيخ طبنا، الشيخ ما بيطلب له شيء، لكن شال الوهم من راسك انه انا ما عاد احسن اتحرك، ظهري داخل الكون خلص انسى، ما تنسيته ما عاد في شيء. وهذا الدواء ما حدا عم يعرف بيستعمله. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا القضية بيده، والله يا ربي أنا حابب يجيني صبي صار 9 بنات، رحت لعند رجل 9 بنات عنده، ال9 بنات ما توفق بصهر، يبدو هو وضع المادي فيه محبوحة شوية، كل اللي جايين على طمعة، ما عم بيصير لهم هاللي بالدنيا، عم بيحردوا ظنا منهم انه جايين باسم البنت يصلون الى المال، بك على راسي بتصلوا بتطولوا بالكم ليموت الزلمه. لا هلا، وما اكثرهم. اجى لعندي مره عم يحكي لي الصهراد والصهراد 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 والصهراد، قلت له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة مثل ما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر؟ قال أنا راضي، كل ما يأتي أنا راضي. جاب صهره شغله عنده، تعلم المصلحة من وراء عمه، جمع المال، وعمه ما كتير دقيق، خلص صهري صهري صار ثري الصهر من وراء العم. والعم ما عنده خبر، والصهر الثاني والصهر الثالث كل واحد عم يلعب من طرف، بيقول له بدي اخذ بنتك بعد ايش؟ بعد ما صار كله له. اليس هذا بمشيئة الله؟ بدك تملك انت الرضا، الحمد لله كل هذا انا راضي فيه الحمد لله. من يستطيع ان يملك الحمد لله في مثل هذا الحال؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والله انا بدي صبي، ما عم بيجيني غير بنات، وين رضاك؟ وين استسلامك؟
وين محبتك لله عز وجل تفرض عليك أن تكون راضيا بكل ما يأتي من عند الله عز وجل. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، بزوج البنات للشباب والشباب للبنات، ويجعل من يشاء عقيما. في حدا عم يرضى بهذا الحكم؟ واحد قال لي والله مليت، صار عامل 9 محاولات في طفل الأنبوب وما كان يعلق ولا ولد. إيه حاجتك بقى؟ سلم الأمر لصاحب الأمر. قال إيه أنا أموالي مين بده ياخذها من بعدي؟ قلت لك الله وضع لها قانون. أنت بدك تعلم الله؟ استسلم للقدر ودع القدر يتصرف. بده يقاوم القدر وكتار. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير. وأما الأعمال الإرادية الاختيارية التي يشعر الإنسان من نفسه أن له فيها إرادة وقصد، مثل إيش؟ شو الإنسان بيملك يتصرف كما يريد؟ مين فرض عليه يشرب؟ إرادتي أنا. أنا حبيت أشرب شربت، حبيت آكل بآكل، حبيت نام بنام، حبيت ألبس الأبيض ألبس الأبيض، حبيت الأسود ألبس الأسود. كل هذه الأمور ملك الإنسان، عندك حرية تتصرف كما تريد. لكن راقب الله فيما أنت عليه. مرات تجيني زوجة مع 3 أولاد، التنورة تبعها مقصقصة مشان على المشي يهزوا، لقيت هي أنا ما لقيت بالسوق غير هيك. قلت لها مو صحيح كلامك، السوق فيه كل شيء، دوري علي بدك إياه. فأنت حابة الدناديش وكثير بيناتكم بيحبوا يظهروا بالأحمر والأخضر والأصفر والأنايرة. في ناس بيحبوا الرتابة بيلبسوا لون واحد موحد. عقول، وهذه إرادة الإنسان. مما أباح الله له. شيخي أنا بدي أسألك، تفضل. يعني ما بيجوز المرأة تلبس أحمر وزهر وسقلمر وأنايرة؟ ما بيجوز؟ لا بيجوز. تلبس بالبيت لزوجها وأولادها، معلش.
لما ما بتلبس تصير معرض. تعمل دناديش انه شوفوني انا عندي دناديش. ها او بتحط الكذبك على راسها انه انا عندي كذبك. ها مو مثل حكايتكم انتم ما عندكم، يعني انا فهيمه بالكذب. ولو كل انثى تعلم وضع النظارات على الراس ماذا تشير لما وضعتها كل عمرها. لكن تقليد أعمى بلا عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي، شفناها حطت الكزلك على راسها بدنا نحطه. ولو رأيتموهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معنى قواعد الإسلام حتى نبني عليها، ما درسنا الإسلام ولا تعلمنا الإسلام. عايشين مثل الخواريف، بناكل وبنشرب وبننام وبنتجوز، أكثر من هيك ما بنعرف. وبنجيب الأولاد وشو ما طلعوا الأولاد يطلعوا، أنا شو دخلني؟ حق الرجال. من وقت الذي يتصرف بالولد الأم، لذلك قال الأم مدرسة فإن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. الأم بعصرنا اليوم في أمهات، لكن بيتغلب عليهم الأنا، أنا أمهم بدي أرعاهم وعلى كيفي. ماما أنا بدي أروح أحضر درس الجامعة، لا ما في، أدي بالبيت. ماما راح لعند بيتي، إيه روحي. موجود ولا أنا غلطان؟ لعند بيئتها ما عليه شيء، أما على الجامعة لا. هيك الأمهات ذكرتني فتاة اجت على الجامع دون رضا أمها، دريت أمها ما خلت عليها مسبي من فوق السرة ومن تحت السرة. لك ما عيب عليك تعلمي البنت الشيء اللي ما لازم تعرفه؟ جهل. انا ما عم بقول انه الجهل حرام، لا، بس اجمعوا مع الجهل تبعكم الصلة مع الله عز وجل، الارتباط بباب يوصلنا الى الله عز وجل. ما عم نفكر بالله بنوم. الانسان عنده اراده، بياكل بيشرب بالبيت بينام بيقوم. وعندك من الإرادة أن تصرف وقتك في رضا الله، وعندك من الإرادة أن تصرف وقتك في لهوك ومعصية الله. الإرادة موجودة. أنا لو سألت الأكثرية فيكم أنتم اللي عم تسمعوا، يغلب عليهم العقل مع أمر الله أو الهوى مع البعد عن الله؟
أنه الغالب؟ أنا ما بعرف، أنتم بتعرفوا. الله قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الصلاة في وقتها، أليس هذا أمر إلهي؟ وعطانا البحبوحة في الوقت عند الاضطرار. عندي مشوار، قبل ما أطلع من بيتي بحسب المشوار قديش بده، وقت الصلاة وين بدي صلي، أبحثر بمخي وين بدي صلي قبل ما أطلع من بيتي. إذا اضطريت عن اضطرار أخر صلاة الظهر نص ساعة ساعة، ما بكون ارتكبت حرام وراي على جهنم؟ لا، ممكن استدرك التأخير وأدي صلاتي في مكانها كما ينبغي. وإذا تأخرت اليوم ما عاد تتكرر، عادة صارت عنا ببيوتنا. الظهر منصلي قبل العصر بربع ساعة، في هيك شيء بيناتكم ولا أنا غلطان؟ والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل ما يأذن العشاء. والله كنا بالسوق، شو هذا السوق؟ قبل ما أطلع من بيتي بحسب السوق قديش بده زمن. اتعلموا من غير المسلمين. أنا عشت زمن في أوروبا، في أمريكا، لبعد شهر بيقول لك اليوم الفلاني عندي البرنامج الفلاني، كل ساعة بساعتها، ما عندي دقيقة تروح سودان. اتعلموا النظام. نحن تعلمنا الفوضى، منشأ الفوضى عم نعمل الفوضى بيننا وبين الله. ما عم نقبل بأمر الله وتنفيذ أمر الله كما أمرنا بوقته. وأفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. الصيام كبار الصحابة كانوا يصوموا 3 أيام كل شهر، كانوا يحافظوا على صيام خميس وتنين. أنا كنت على هذا حتى وصلت للـ50. بعد الـ50 ضغط العمل ما خلاني تابع. الآن أنا من شيء 40 سنة ممنوع صوم رمضان. طبيب القلبية قال لي: أنت ممنوع تصوم رمضان. فطرت 3 أيام ورجعت صمت، ما سألت عن حدا ولا حكيت لحدا، وإلى يومي هذا ما بيفوتني بشهر رمضان ولا يوم. وبحاول 6 من شوال ما ضيعون، بحاول 5 وتنين بس ما دائما، بحاول 3 أيام من كل شهر ما دائما. يعني بعد تقادم السن
ما عاد عندي القدرة. هذه كانت للشباب. وبعد الصيام عنا الإنفاق والحج. الحج هو الإنفاق والإنفاق هو حج. الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار في السر والعلانية وبعد ذلك ذكر الله تعالى. ترى لو أردت أن أسأل سؤال خارج عن الموضوع بس للعلم، يلي منكم عندهم برنامج ذكر الله 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 كل يوم نصف ساعة صباحا بالحارة يرفعون أصابعهم بالحارة بالحارة؟ هل تعتقدون أن عمل يقام في هذه الحياة والله بعيد عنه، أو والله لا يعلمه؟ أعوذ بالله، مطلع على كل شيء. من الذي أمرنا بذكر اسمه؟ الآمر من هو؟ الذي خاطبنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من صاحب الأمر؟ صاحب الأمر من هو؟ الله. إيه، ما بنحبه؟ ما بنحبه؟ ندعي محبة الله. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. مين عنده قدرة؟ برنامج حياة والموت، ذكر الله في كل يوم. أنا عاهدت شيخنا كان عمري 17 سنة، اليوم صاروا 100، ما فاتني ذكر الله في سفر ولا حضر ولا مرض. وإذا كان في المرض والغيبوبة يجب أن يقضى ثاني يوم، وإذا بالسفر كان يمر علينا بالسفر لأمريكا نركب اليوم العصر ننزل ثاني يوم العصر. نحن بين السماء والأرض، إن صلي بالطيارة بذكر الله، ما صلي بس انزل بقضيهم كلهم. وينه نايم باسم نايم بعد بذكر الله، بنهي أعمالي وصلتي مع الله عز وجل وأعود كما كنت. فكل منكم مكلف تكليفين. التكليف الأول التكليف الرباني، اذكروا الله ذكرا كثيرا.
والتكليف الثاني إذا حدا منكم بيدعي إنه والله أنا بحب الشيخ، محبته في ذكر الله، وحدة ثالثة اللي بيحبوا الله بكثروا من ذكر اسم الله، واللي ما بيذكروا الله معناه ما بيحبوا الله. ولو قالوا نحن منحبه روحنا في دا دخيلك يا ربي لبطولك لبوسك، ما هيك بيحكوا العجائب؟ دخيلك يا ربي لبطولك لبوسك، لأن المحبة بالبوسة صبيت. المحبة هي أعمال وتطبيق وتنفيذ. وكل منا مكلف بين يدي ربه عز وجل، ومكلف بأن يكثر من ذكر اسم الله، أن يكثر من ذكر اسم الله. والله موجود، شايفنا هلا، مطلع علينا، يعلم ما نكن في صدورنا، وهو مطلع. فلنرجع جميعا إلى الله ولنكثر من ذكر الله. وذكر الله فريضة على كل إنسان، من وجوده في بطن أمه حتى يظهر إلى الأرض. كيف يذكر الله في بطن أمه؟ إذا الأم كانت ذاكرة لله فيذكر الله في بطنها حتى يخرج من بطنها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لا تتهاونوا باسم الله، وستجدون آثار ذكر اسم الله في الحياة قبل الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.